هي طبعا انا كرئيس مسؤول من كل شيء بيحصل في البلد يعني، لكن اللي حصل في دارفور يعني اول حاجه هي صراع تقليدي ظل يعني يحصل في دارفور منذ ايام الاستعمار، انه في صراعات قبليه في دارفور ومحاوله الانتقام من الاعتداءات اللي حصلت، عشان كده حصلت بعض الخسائر البشريه، لكن هي لا تقترب من الأرقام المذكورة في الإعلام الغربي. لا أنا كرئيس مسؤول من كل شيء بيحصل في البلد يعني. يكفي أنه إحنا قبل عام يعني جرت في السودان، ومعروف أن في الانتخابات ديك حصلت على 69% من الأصوات. لا أنا كرئيس مسؤول من كل شيء بيحصل في البلد يعني. هو طبعا احنا أصلا ما بندعي انه ما في مشكلة في دارفور، في مشكلة في دارفور، في نازحين، لكن الرقم اللي بيتكلموا عنه 2.5 مليون نازحين طبعا رقم ما صحيح، يعني احنا نقدر النازحين في حدود 70,000 نازح، لانه كانت في مشاكل. لا انا كرئيس مسؤول من كل شيء بيحصل في البلد يعني.